إذا محطة وصول فئة الشبان خلف المرتبة الأولى، المرتبة الأولى شباب أطلس خليفرة، المرتبة الثانية شباب أطلس خليفرة، والمرتبة الثالثة شباب أشبال مراكش. قدمنا عفاك السمية ديالك مزيان زوير شباب أطلس خليفرة. نعم، كيفاش كان الباركور؟ كان باركور صعيب شوية والحمد لله ساقيت الفوز قريب. نعم، قدمنا عفاك السمية ديالك مصطفى مصطفى عقاول. كيفاش كان الباركور بالنسبه لك؟ كان زوين. اذا بالنسبه لك شنو هي الصعوبات اللي تلقيتيها في الباركور؟ شويه دار الرمله. نعم.